يا السلام عليكم لافاي، مرحبا بكم عندنا فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. المهم انا بخير الحمد لله والشكر لله. المهم الخوت، اذا كنتي انت ولا انت اول نوبه كتفرج فيا، ما تنساش تعدل شي ابوني شي لايك. بغيتكم اخوتي القناه هادي توصلوها 10000 كا، وكنتمنى الخوت توصلنا 10000 كا. المهم اخوتي، اليوم جيت معكم في واحد فيديو جديد. هذا الفيديو هذا الخوت نعاودكم واحد القصه اخوتي وقعت لينا في بلجيكا. الخوت اول نوبه نهار اللي جيت هنايا من بلجيكا، شنو وقع ليا، شنو طرا ليا الخوت. المهم القصه هذه والله العظيم حزينه بزاف الخوت. المهم الخوت، كنت في اسبانيا الخوت، كان عندي واحد صاحبي، ما علينا، كان عندي واحد صاحبي، وهذا صاحبي هذا يا مسكين كان عنده خاف في الحبس. المهم خاف الحبس، كان يلا خرج، كان خرج من الحبس وهو فكر يهز خاه ويجيبو من بلجيكا، يهربو من الحبس ديال اسبانيا يجيبو من بلجيكا، حيت خاه كان خرج الويكند. كان خرج الجمعة السبت والحد الاثنين، الحد في العشية كان خصو يدخل بحالو للحبس. ما علينا، ملي هو خرج كان غادي يجيبو لنا هنايا، اتصل بيا قال له تمشي معايا من بلجيكا. جيت انا الخوت قلت له اه لا راس ولا عين، نمشي معاك من بلجيكا ما كاين حتى مشكل، حتى انا طلعت لاسبانيا في راسي. صافي اخوتي، ما علينا، ملي جيت مع اخوتي لنا هنايا من بلجيكا، جيت مع لنا، المهم شبرنا الطريق، جينا لنا اخوتي من بلجيكا، كنا انا وديك صاحبي هذاك اللي عنده الطوموبيل اللي كيسوق، وخاه اللي خرج من الحبس باش يهربو، واحد الدري اخر، واحد صاحبنا، واحد اخر، كنا بربعة بينا، وكانت واحد البنت صاحب ديك صاحبي الشوفير صاحبتو، ديك صاحبتو كانت رومانية اخوتي، كانت من رومانية. ما علينا، كنا جينا الخوت. المهم جمعنا داكشي ديالنا اخوتي، الماكلة كلشي الحوايج، وجدنا الطوموبيل عمرناها. المهم عندنا كومبينغ صغيوال، فهمتي كومبينغ، باش الا ما جبرنا فيه نعسو نقدروا نخرجوا في شي غابه ولا شي حاجه نعسو فيها الخوت، فهمتي الخوت. المهم شبرنا الطريق، ملي شبرنا الطريق الخوت، المهم دوزنا فرنسا بخير وعلى خير الحمد لله، ضربنا فرنسا. ملي وصلنا لبروكسل، وصلنا لبروكسل هنايا الخوت، وصلنا في الصباح، هي هذاك مشينا فطرنا وهذاك الحمد لله الخوت. المهم كان شويه الثلج بروده. صافي اخوتي، بقينا كندورو كندورو كندورو. المهم جات العشيه الخوت، في العشيه بالليل، المهم جات العشيه وبدينا كنفكروا فيها نمشيو نعسو الخوت، فيها نمشيو نعسو. جينا حنايا اخوتي بدينا كنشوفو، مشينا لواحد البلاصه كيقولوا لها سانجيل. سانجيل جات في بروكسل، في وسط بروكسل. هاد سانجيل هادي، هاد البلاصه هادي شنقول لكم اخوتي، صعيبه بزاف ما نكذبش عليكم، صعيبه، فيها بزاف ديال المنادم صلاب، فيها الناس صلابين، فهمتي الخوت، صلابين بزاف، وفيها العجب الخوت، والله ما عمري شفت شي بلاصه بحال هيدا. المهم من مشاكل، المهم الخوت بقينا كنفتشو فيها النعسو فيها النعسو. واحد البارك كان في سانجيل قدامه واحد اكليسيا كبيره، تما هذاك البارك هذاك مشينا، جينا بالطونوبيل باركينا تما، دخلنا للبارك، جبرنا واحد المجموعه، واحد الجروب ديال المغاربه، المهم ما عرفتش واش مغاربه ولا الكوار ولا مرا، كيهضروا تما كيتهاودوا جالسين مع بعضيتهم تمايا. جيت انا بديت كنفكر، ضربت ديك العشرة د الليل، قلت الدراري شنو نعملو، ما نقدروش نعسو في الطونوبيل كاملين بينا، حنا خمسين بينا، خمسة بينا، فهمتي خمسة بينا، ما نقدروش نعسو في الطونوبيل، انا نعسو معذبين. جيت انا قلت لهم الدراري نجبدو كومبينغ ديالنا صغيوال، نخرجو وندخلو باركين نعدلو وندخلو نعسو في وسط منا، ما كاين تا مشكل، فهمتي الخوت، نورمال. المهم اخوتي هي هاديك، صافي مشينا جبدنا داك الكومبينغ هذاك، دينا كنوجدوه، دينا كنوجدوه، وجدناه هادي، جبنا المطلة ديالنا، دخلنا، عوضنا بلاصة ثلاثة د الناس. المهم حنا بثلاثة بينا، أنا وديك ديك المهم خالد صاحبي اللي هرب من الحبس، واحد صاحبي واحد آخر، المهم الشوفير صاحبي، و المهم والعائلة ديالو كنبقى في الطونوبيل، فهمتي، هما نعسو في الطونوبيل. المهم حنايا صافي عاد عوضنا الخيمة ديالنا، دخلنا فيها. المهم اخوتي نعسنا، يلاه بدينا، يلاه بدينا كنطيبو النعاس ديالنا. المهم جا عندنا واحد السيد، جا عندنا واحد السيد، طلبنا بريكي، قالنا واش عندكم، عندكم بريكي، واحد شتيتو، قالنا الكارو، قلنا له ما عندناش، قلنا له ما عندناش اخونا، ما المهم حنا ما كنكملش ما عندناش. المهم جا بحالو صافي، يلاه نعسنا الخوت، اقسم بالله ما تسيقو الخوت، اقسم بالله هادشي اللي كنعاودكم صراحه ما نكذبش عليكم الخوت. المهم نعسنا، بقينا ناعسين لا فامي، ضربت ديك الجوج د الليل، جوج ثلاثه خوتي ما نكذبش عليكم، شي واحد جا عطى العافيه لديك الخيمه هذيك، حنا ناعسين فيها، شعل فيها العافيه، شعل فيها العافيه، انا ناعس وناعس بالشرطه خوتي، اقسم بالله ناعس بالشرط، ناعس بالشرط، انا مكملش ناعس هكا، وكنحس ديك البلاستيك هذاك تحرق، داب
ملي دا قطر ليا على رجلي على الركبه ديال رجلي، قطر ليا على الركبه ديال رجلي، تشوط ملي تشوط تخلعت، سمعتوني الخوت تخلعت صافي. هذيك ملي تخلعت الخوت نوض شنو هذا كامل هكا جبر العافيه في الخيمه الخوت، العافيه نايضه في الخيمه ديك كومبين كامل. صاحبي مسكين طاحت عليه على راسو، المهم الطرف ديال البلاستيك سخون في جعل في العافيه طاح له على راسو. المهم اخوتي والله اقسم بالله ما نكذب عليكم، ما عرفتش كيفاش انا خرجت من ديك الخيمه، الخيمه مشدوده وكلشي. خرجت كان محرق في رجلي، صاحبي تحرق في راسو، خرجنا بدينا كنغوتو كنغوتو، مشينا في ياقنا خا خرجنا هزينا شد الحدايد من الطونوبير كريك هادي، خرجنا بدينا كنفتشو شكون اللي حرق الطونوبير. المهم جبرنا اخوتي ديك الجروب باقي جالس ديك البلاصه تما ديك الجروب، مشينا لعندو جبرناه مغاربه خا سلام سلام، ما شفتش بلي شعل فينا العافيه؟ لا ما شفناش. هادي خوتي بدينا كنفتشو بدينا كنفتشو شكون اللي شعل فينا العافيه، شكون اللي شعل فينا، شكون اللي بغى يقتلنا، بغاو يقتلونا لا فامي اقسم بالله، لا بغاو يقتلونا. واحد جديدو حنايا صافي قلنا اجي نضربو شي دوره تما في الحومه، يلا خرجنا من الباركي ضربنا واحد الدوره في واحد الشارع. اقسم بالله اخوتي كنجبرو جوج طونوبيلات محروقين، جوج طونوبيلات كيتحرقوا، جبنا جوج طونوبيلات كيتحرقوا، شفنا البوليس هادي، جينا حنايا رجعنا بحالنا للبارك، جانا للبارك اخوتي اقسم بالله النعاس طيروا هنا صافي، ما بقيناش باغيين نعسو، بقينا فايقين الخوت. انا مشوط في رجلي، بقيت معذب في رجلي الخوت، معذب خوتي شي جوج سيمانات تشويطه في رجلي اخوتي كتحرقني، مقدرش نلبس السروال، كنلبس السروال كتلس السروال كيلصق في هذيك البلاصه فين تحرقت اخوتي. داز علينا واحد العذاب الخوت ما نكذبش عليكم والله، لا اله الا الله الخوت. المهم اخوتي من بعد صافي على غدا في الصباح نوضنا، بقينا كندورو كنسقسيو مغاربه تما اخوتي اشنو وقعنا هادي، شعلوا فينا العافيه. المهم كل واحد شنو كيقول لنا، كيقول لنا بحال يكون شي واحد يدا بغى يلهي البوليس بيكم ولا شي واحد بغى يقتلكم، المهم بغاو يقتلونا لا فامي اقسم بالله، بغاو يقتلونا من هذا اللي جينا ناس يعمل حذاري اخوتي، نمشي نعس في الشارع ولا نعس شي بلاصه يعمل حذاري ديالو. المهم اخوتي عينينا نعسه وعينينا فايقه الخوت والله العظيم، سينو اخوتي راه نايم ما نكذبش عليك ما كيرحموش، يقتلوك ولا يعملوا لك اللي يعملوا لك اي حاجه، ما كيخافوا ما والو. المهم الخوت بقينا هايداك معذبين اخوتي، ما مشيت من الطبيب ما والو، بقيت هايداك شي جوج سيمانات الخوت معذب هايداك. ومن بعد عاد برات لي رجلي شويه الخوت، وباقي محد الان اقسم بالله باقي محد الان عندي ديك التويطه في رجلي الخوت، عمري ما نساها الخوت ديك التويطه، عمري ما نساها في حياتي اقسم بالله لا فامي. وهادشي اللي بغيت نقول لكم الخوت، اقسم بالله بنادم اللي جنى هنايا حدي راسو الخوت، واي واحد يجي هنا ما يعملش الثقه في اي واحد الخوت، ويبعد اخوتي بروكسي اللي بعد منا خويا بروكسي الخوت حسن باش الا بغيتي تجيب راسك، اما الا بقيتي بروكسيل فيها المشاكل الخوت وفيها العرب بزاف والناس سون بابي بزاف كاينه في بروكسيل. نادم يخوي مشي لجهاد فلامان ولا مشي لجهاد لياش، المهم اخوتي ان شاء الله هو فهمتي كاين شي بلايص اخوتي من نقدر يدبر لها راسو دغيا دغيا الخوت. هادشي اللي بغيت نقول لكم الخوت. المهم اخوتي شكرا لكم بزاف، وبغيت نعاود لكم السطوريا ديالي هادي اللي وقعت لي، تفكرت قلت علاش ما نعاود لكم شي، وانا عاودت لكم. الا عجبتكم اخوتي السطوريا لايك ابوني وشي كومونتير، تحياتي لكم كاملين بكم، وتحيه لناس الجزائر مغاربه خاوه خاوه ما بيناتنا عداوه وما كاينش اللي يفارقنا الخوت، حنا دائما خوت، حنا دائما مع بعضنا لا فامي، تحياتي لكم.